نبي عطى الله معجزة غريبة واللي هي معجزة تشكيل الحديد. كان كيصوب الدروع بلا ما يحتاج يدوب الحديد، كيصوبها غير بيدو. وشنو هي قصته مع الجالوت؟ واحد من أقوى الملوك واللي هزمه قدر أنه يصبح ملك على بني إسرائيل. هذا الشيء ولا غادي نتكلموا عليه في هذه الحلقة. معايا ومعكم اليوم معجزات داود عليه السلام. في قديم الزمان الله عز وجل اختار طالوت أنه يكون ملك على بني إسرائيل. فطالوت قرر أنه يجمع جيش كبير من أقوى المحاربين ومشى باش يحارب جالوت واللي كان هو والجنود ديالو من المفسدين في الأرض وعايشين بالقتل والنهب والسرقة ديال المدن والقرى الضعيفة. وهذا الملك ديالهم جالوت كانت عنده بنية جسمانية ضخمة وكان معروف على أنه واحد من أقوى المحاربين في العصر دياله. فلما تلقوا الجيوش بيناتهم جرات العادة في قديم الزمان أنه يخرج أقوى محارب من هذا الجيش ويخرج أقوى محارب من الجيش الآخر ويتواجهوا كاستعراض قبل ما يتواجهوا الجيوش. وهنا خرج جالوت كيتحدى المحاربين كاملين للجيش الآخر واللي حتى واحد ما قدر يخرج أنه يبارزه. حتى الملك طالوت بيدو ما قدرش يواجهه وعلن أنه اللي قدر يغلب جالوت غادي يزوجه الإبنة دياله. وهنا في وسط هذا الجيش غادي يخرج واحد الشاب عنده 17 سنة ضعيف البنية ونحيل الجسم وسميته داود. إلا أنه واخا كانت البنية دياله ضعيفة إلا أنه كان كيتمتع بواحد شجاعة كبيرة. قدم من وسط الجيش لعند جالوت وقال له أنا أواجهه. هنا جالوت والجنود اللي معاه بقوا كيضحكوا على داود وكيستهزئوا به وقال له اذهب اذهب انا لا اريد ان اقتلك، اذهب واحضر شخصا اخر. جاوب داود عليه السلام اما انا فاحب ان اقتلك، وهز واحد الحجره صغيره ودارها في المقلاع ديالو ورماها على جالوت. وهنا الله عز وجل غادي يضاعف السرعه ديال هذه الحجره هذه اللي جات لجالوت في الراس ديالو طاح ميت بضربه واحده. وهنا المعنويات ديال الجيش ديال جالوت طاحت والجيش ديال طالوت غلبوهم بسبب داود عليه السلام، واللي من بعد الحرب غادي يتزوج بنت الملك طالوت وغادي يصبح هو الملك بعد الوفاة دياله. فآتاه الله الملك والحكمة وعطاه المعجزة ديال تشكيل الحديد، وكان كيصوب الدروع ديال الحديد بيديه العاريتين بلا ما يحتاج انه يذوبوا في النار. يعني عزيزي المتابع بحال الى شاد الورقة هذه وكيطويها بيدي. وهنا غادي ينزل على داود عليه السلام احد الكتب السماوية واللي هو الزابور. بالإضافة للمعجزات اللي عطاه الله سبحانه وتعالى فهو عطاه واحد الصوت جميل واللي كيتعتبر من أجمل الأصوات ديال الخلائق، لأنه كيف منعم الله عز وجل على سيدنا يوسف جمال الصورة وجمال الخلقة فهو نعم على داود عليه السلام بجمال الصوت، لدرجة أنه لما كان كيقرأ شي آية من هذه الآيات ديال هذا الكتاب كانت حتى الجبال كتسبح معاه وكانت كتجمع عليه الطيور والحيوانات باش هي تسبح معاه، كيف ما جاء في القرآن الكريم ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وكذلك جاء في القرآن الكريم كيفاش أنه كان كيصنع هاد الدروع الحديدية بيده. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وكان داود عليه السلام من أكثر الأنبياء تعبدا لله عز وجل، كان كيصوم يوم وكيفطر يوم، كيف ما جاء على لسان الحبيب المصطفى صلوا على رسول الله أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان سيدنا داود عليه السلام شديد الغيرة على الأهل دياله، لدرجة أنه لما كان كيخرج من الدار كان كيشد عليهم بالساروت. حتى لواحد النهار الزوجة دياله في المنزل ديالها وغادي تتفاجأ بواحد الراجل واقف في الوسط ديال المنزل دياله. خافت من هذا الشخص وخافت كذلك أن سيدنا داود يجي ويلقى هذا الشخص الغريب في وسط الدار. وفي نفس الوقت غادي يدخل داود عليه السلام للمنزل وغادي يتفاجأ حتى هو بالوجود ديال هذا الشخص، وغادي يسولو من أنت أيها الغريب؟ غادي يرد عليه هذا الشخص وغادي يقول له أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع بحجاب. فهم سيدنا داود وعرف شكون هو هذا الشخص وقال له فوالله إنك ملك الملوك ومرحبا بأمر الله. وهذا الشخص كان هو ملك الموت واللي كان جاي باش يقبض الروح ديالو عليه السلام. وغادي يموت سيدنا داود وغادي يخلي موراه أحد الكتب السماوية كيف ما قلنا واللي هو الزابور، واللي مع الأسف تم التحريف ديالو عبر العصور. العبرة من القصة ديال داود عليه السلام هو أننا ما نحكموش على الأشخاص من خلال المظاهر دياله، فعلى الرغم من أنه كان شخص ضعيف البنية وهزيل إلا أن الله عطاه واحد القوة اللي خلاته يغلب واحد من أقوى الملوك وخلاته يشكل الحديد بيديه العاريتين، وكيف ما كنقولوا يوضع سره في أضعف خلقه.
ما تنساوش اللايك والكومنت، شوفوا الحلقات اللي فاتت، شوفوا الحلقات الجاية بإذن الله. وفقنا الله وإياكم. تهلا.